طيبة لكل المشاهدين. طبعا قبل ما نبدأ البث المباشر، تابعت أخبار ما يحدث في الوطن، يعني شيء محزن. يعني الواحد يكون راح يتكلم في موضوع يلقى نفسه أنه مضطر أنه يتوسع في هذاك الموضوع بشكل أدق. يعني الخبر الصادم والصورة الصادمة التي انتشرت يعني بسرعة في الفيسبوك لهذاك رب العائلة من بلدية حمر العين ولاية طازة اللي حرق نفسه، ربي يغفر له إن شاء الله لأنه عملية انتحار، وربي يسامحه وربي يشفيه لأنه حسب المعلومات اللي غاية الآن هو في حالة حرجة، تم نقله إلى مستشفى الدويرة المتخصص في الحروق. هو موجود في مستشفى الدويرة حسب ما قريت، حرق نفسه لأنه لم يستفيد من سكن بعد توزيع قائمة السكنات، ما استفادش من سكن للعائلة نتاعو باش يستر ولاده، حرق نفسه. درك السبب عارفينه علاش حرق نفسه، يا ترى مليح مش مليح هذاك موضوع ثاني. طبعا انتحار، وانا ارفض هذه التصرفات يعني وهذا الرد الفعل للمواطنين انه واحد يحرق نفسه، انه يكسر، انه يحرق، انه هذه امور غير مقبوله. لكن الشيء اللي صار صار. خبر مثل هذا، صادم مثل هذا، يدفعني للتركيز بشكل كبير على موضوع محاربه المفسدين الفاسدين والفساد، خاصه عند ابناء المسؤولين. يعني لما نلقى واحد مواطن حرق نفسه، في نفس الوقت نلقى وليد قائد الأركان نائب وزير الدفاع وليد القايد صالح يقضي 3 أيام في باريس مع الوالدة نتاعو، الوالدة نتاعو كانت في المستشفى تتلقى في علاج في باريس وعندنا عنوان المستشفى، وهو مع أصحابه جايب أصحابه وصحاباته وسهرات وقعدات في فندق آخر طراز، يقضي 3 أيام، الفاتورة 14500 أورو، 14500 أورو فاتورة. الفاتورة هذه تدفعها السفارة الجزائرية في باريس، يدفعها العماني اللي متكلف بمكتب أو مسؤول السوسيال الشؤون الاجتماعية في السفارة الجزائرية، يعني من خزينة وزارة الدفاع الوطني، من خزينة الدولة الجزائرية. شراب ورقص وشطيح ويعني وكل انواع المجون في 3 ايام 14500 اورو، 3 ولا 4 سويت كاريهم على ظهر الدوله. هذه 14500 اورو هي سعر الشقه لابارتومون اللي نورمالمون يديها ذاك المواطن اللي حرق نفسه. يعني 3 ايام واحد قضاهم يبذر في دراهم الدوله، عوض انهم نعطوهم لهذاك المواطن المسكين نسكنوه 14500، هي قيمه سكنه مؤثثه مبلي، يعني 14000 اورو ابارتمون في حمر العين مبلي تاع السوسيال ولا تاع البي ال اف ولا مش عارف شحال، نقدروا نسكنوا ذاك المواطن ونستروا عائله وتهنينا. ومن بعد كيقول لك بن زديرين انت راك ضد المؤسسه العسكريه وضد، مش ضد المؤسسه العسكريه يا ناس، انا سعيد بن زديرين مانيش عسكري، لكن ابن المؤسسه العسكريه. انا ملي شفيت العمري وانا نخدم خدمه نتاع العسكر. نخدم خدمه نتاع العسكر، خدمت كاين جنرالات راهم ضرك جنرالات، الشيء اللي قدمته انا للمؤسسه العسكريه قسما بالله ما قدموه. انا مانيش عسكري، عمري ما انخرطت في الجيش، لكن الخدمات والتضحيات اللي ضحيت بها في شبابي وفي حياتي، ويجي الوقت من يتكلموا الناس اللي لازم يتكلموا على تضحيات سعيد بن زديره من اجل المؤسسه العسكريه ومن اجل الوطن، بالرغم من اني عمري ما كنت عسكري باش ما نكذبش عليكم. كيفاش نتهجم على المؤسسه العسكريه؟ انا نتهجم على الفاسدين اللي نعرفهم داخل المؤسسه العسكريه، نعرفهم مليح مليح. هاني قلت لكم هذا 14500 اورو في 3 ايام خسرها، اللي المفروض مدوها لواحد مواطن بسيط حرق نفسه مسكين، ربي يشفيه وربي يغفر له. في النقطة الثانية اللي حبيت نتكلم عليها قبل ما ندخل في الموضوع مباشرة، طبعا هي بيان علماء الأمة. قبل أسابيع أو قبل أيام
تكلموا حكماء الأمة السياسيين، تكلم أحمد طالب الإبراهيمي، بن بيتور، وعدد كبير من رجال السياسة، وقالوا يا القيادة العسكرية، يا عبد القادر بن صالح، راكم مدين البلاد للهاوية، عليكم بالتريث. الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر لن تحل المشكل، والخطوات التعسفية والإجراءات القمعية اللي راكم تقوموا بها، سجن السياسيين يعني على آرائهم السياسية، سجن المجاهدين، سجن الشباب، لا يحل المشكل. لازم يكون فيه حوار هادئ، ويكون فيه تفاوض، ويكون فيه مرحلة انتقالية. هذا الكلام إذا تتذكروا احنا قلناه في فيفري الماضي، في بداية الأزمة، في بداية الحراك، قلنا باللي للخروج من الأزمة لازم لنا مرحلة انتقالية يقودها مجموعة من الحكماء، وعطينا أسماء. قلنا أحمد طالب إبراهيمي، بن بيتور، رحابي، فراد عرسقي، جابي، بوشاشي، بالعربي، مثلا بومالة، هذا الناس السياسيين اللي راهم في الساحة يتكلموا، قلنا يقودوا مرحلة انتقالية مدتها سنة أو سنة ونص، لا تتعدى يعني سنتين، سنة سنة ونص، وبعد كان نظموا انتخابات رئاسية شفافة، واللي فاز مبروك عليه، وسنزكي ونساند أي وطني يترشح لانتخابات رئاسية. قالوا لا، أنتم خونة وعملاء، هاهم جاءوا علماء يعني حكماء الأمة السياسيين، داروا بيان قال لك هذا لا حدث. اليوم يخرجوا علماء الأمة من خيرة علماء الأمة اللي يشهد لهم الجاهل قبل العالم، يقولوا يا جماعة نفس الكلام، يصبوا في نفس الكلام اللي هما على رأسهم الشيخ محمد الطارئ تعلجت، سعيد الشيبان وزير سابق، عبد الحميد أبو القاسم يعني من شيوخ الإباضية في غردايا، عندنا مثلا الشيخ محمد مأمون القاسمي من الشيوخ المعروفين في الزاوية الهامل يعني معروف ونعرفوه الحمد لله، محمد الحسني الهادي الحسني، والعديد من شيوخ الأمة. يعني الآن عندنا تيارين أساسيين في الدولة، في الأمة، راهم يحذروا من الخطر القادم. الأول تيار سياسي يقوده أحمد طالب الإبراهيمي اللي هو شخصية معروفة، والثاني تيار ديني يعني من شيوخ الأمة يقوده الشيخ محمد الطاهر أيت عجت، ربي يطول في عمره، ربي يحفظه، ربي يقول لك يعطيه الصحة، يعني يخاطبوا في واحد أمي جاهل يقود الأمة إلى الهاوية. يعني هذا القايد صالح دوره رايح، يهضروا معاه العلماء ما يسمع، يهضروا معاه السياسيين ما يسمع، يهضروا معاه المعارضين ما يسمع، يهضروا معاه الإعلاميين، وراه رايح أو راح الهاوية، راهو مادي البلاد الخراب، راهو مادي البلاد الخراب. الشيء هذا اللي خلينا نبقاو في نظامنا، نستمروا في نظامنا وفي توعية الشعب الجزائري والتحذير من القادم الأسوأ، الذي كنت وما زلت مصر على هذا المصطلح، القادم أسوأ. احذروا، القادم أسوأ، الأيام الجاية راهي أكثر 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 خطورة مما فات، وسنندم ندم شديد على أيام بوتفليقة إذا لم ننهي هذه المنظومة، إذا كان ما نهيناش، إذا كان ما طردناش هذه بقايا العصابة اللي هي أخطر من العصابة، بقايا العصابة بقيادة القايد صالح أخطر من العصابة بقيادة بوتفليقة. مثل ما قلت دائما أنه يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعل العدو بعدوه، والقايد صالح جاهل وغبي وساذج، بالإضافة إلى أنه عميل للتحالف الإماراتي الفرنسي، عميل للتحالف الإماراتي الفرنسي، هو يتقود من وذنه من عند الإمارات، لكن الإمارات دايرة تنسيق مع فرنسا وعندهم خطة راهم يمشوا فيها، هذا الشيء واضح. تكلمت أكثر من مرة بالنسبة للفساد المالي، قلت أنه يا جماعة لا يوجد رجل أعمال في الجزائر فاسد ومستفيد من قروض ومستفيد من مشاريع لو كان ما يكونش وراه جنرال، مستحيل، لا توجد أي رجل أعمال ماهوش في كتافه جنرال أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، مستحيل. المشاريع الكبرى مادينها رجال الأعمال الفاسدين اللي راهم نصهم في الحبس ونصهم مازال ما دخلوش، كلهم وراهم جنرالات. اليوم نتكلموا على المشاريع اللي استفادوا منها بعض رجال الأعمال بمساعدة ولاد القايد. قبل ما نتكلمكم على المشاريع، نتكلمكم على
نقطة مهمة اللي لازم تفهموها يا الشعب الجزائري، نقطة مهمة لازم تفهموها يا الشعب الجزائري، أنه المناصب الحساسة في المؤسسة العسكرية حاليا منذ 2018 إلى غاية الآن يتحكموا فيها ولاد القايد صالح. نعم، ولاد القايد صالح هما اللي عينوا اللي حب. ولاحظوا معايا، ديروا عملية حسابية بالتدقيق فقط، توجدوا أنه أي ضابط يشتغل مع ولاد القايد صالح ويقدم لهم خدمات وتسهيلات خاصة في الناحية العسكرية الخامسة السنكيام ريجيون، مباشرة يطلع إلى العاصمة كمسؤول في منصب ثاني. نعطيكم يعني بعض الأسماء تكلمت على قبل، ونعطيكم زلكم الآن بعض الأسماء اللي بالدليل، لما نتكلموا نتكلموا بالدليل. الجنرال سرهود إسماعيل قلنا كان قائد قيادة الدرك أو كوموندون جروبمون، قائد الولائي، قائد مجموعة الدرك الوطني لولاية عنبة. ساعدوا بهاء الدين طليبة مع عادل وبومدين ولاد القايد باش طلعوه، كي قضى لهم لزافار وكل شيء، طلعوه مدير جهوي للدرك الوطني في قسنطينة ريجونال. من ريجونال راهو شاف ديتا ماجور في قيادة الدرك الوطني، تقريبا هو الرجل الأول يحكم أكثر من عرعار القائد العام أو القائد الأعلى للدرك. هذا صار هو الجنرال، هو الخاتم نتاع بومدين وليد القايد صالح. الثاني العقيد اللي كان عقيد راهو الجنرال إسماعيل عفاجن. إسماعيل عفاجن هذايا كان مدير ترانسميسيون في 5 ريجيون في قسنطينة، مدير ترانسميسيون تابعة للشخم في قسنطينة، كان يخدم لزافير ويعطي معلومات ويقدم تسهيلات لولاد القايد وصحاب ولاد القايد. طلعوه جابوه مدير مركز الإشارة في الرغاية خلفا للجنرال ثابت، نحاول الجنرال ثابت اللي كان شاد قسم الإشارة والمعلوماتية يعني الترانسميسيون في المخابرات بكري قبل ما يحلوها، وأصبح هذا المركز هذا يشاد. هذا الجنرال عفاجن إسماعيل اللي جاي من 5 ريجون، اسمعوا، صرهود جاي من 5 ريجون من عنبة وقسنطينة، عفاجن هذا إسماعيل جاي من قسنطينة 5 ريجون. الثالث شكون؟ عويس سفيان. عويس سفيان هذا اللي كان حاكم مكتب الجهوي في قسنطينة الأو سي سي، يعني المنشآت العسكرية، المشاريع العسكرية. طلعوه دركا راهو مدير وطني على مستوى الوطن في باب علي، ودركا نرجعوا ليه. هذا هو موضوع حلقتنا اليوم اللي هو عويس سفيان، لكن نعطيكم معلومة باش تفهموا. هذول اللي ذكرتهم كلهم راح نتكلم عليهم بالتدقيق في قادم الأيام. صرهود، عفاجن، إسماعيل، عويس سفيان، ومن بعد بابوري عبد الوهاب. بابوري عبد الوهاب كان دي راسا قسنطينة، في قسنطينة، من قسنطينة جابوه دي سياسة، جابوه مدير مركزي لأمن الجيش، وهم نحاوه وجابوا في بلاصتو دركا نبيل اللي كان نائب بوعزة. زيد، وشكون الآخر اللي معاهم ثاني؟ قلنا عفاجن، قلنا إسماعيل، قلنا عويس، قلنا عبد الوهاب طبعا، وكاين أخرين من بعد كان نرجعوا لهم. اليوم هذو أربعة، هذو راح نتكلم لكم عليهم كل واحد حلقة واحدة. الحلقة اليوم هذه هي الحلقة تاع اليوم هي على عويس. عويس هذا عنده علاقة بسجن الجنرال تاج خالد. القصة وقتاش بدات؟ القصة بدات في 2012 في ذاك الوقت كان مدير لو سي سي، يعني هذا المعهد مركز المشاريع العسكرية في باب علي، كان المدير نتاعو شكون؟ تاج خالد اللي راهو في السجن الآن. كي كان تاج خالد سمع باللي كاين مشاريع مشبوهة في قسنطينة، لكن ما عندوش أدلة، لأنه معظم المشاريع في قسنطينة كانت تابعة للمديرية الجهوية اللي هي الدياري اللي تابعة البوهيدل المنشآت العسكرية. لكن لو سي سي هذه، لو سي سي هذه عندها مشاريع قليلة بارابور الأخرى. في 2014، في 2012 كان تاج خالد مدير مركزي، يعني مدير على مستوى باب علي. اللي كان مدير في قسنطينة كان هذا عويس. في 2014 واسمه تاج خالد اطلب تحقيق
تحقيق، فتح تحقيق في موضوع الاختلاسات اللي موجودة على مستوى قلنا قسنطينة، وكتب البوهيدل اللي هو كان الله يرحمه هذا مات، كتب البوهيدل قال له أنا عندي معلومات أنه فيه ثغرة مالية تقدر بسبعين مليار سنتيم في قسنطينة. كيفاش هذه الثغرة هذه؟ ولات لقيت صالح عن طريق جماعتهم، هم أكبر مورد للناحية العسكرية الخامسة بالخصوص وبعض النواحي أخرى للحديد، يعني أي شيء يخص الحديد سواء حديد البناء أو حديد الميتاليك هذاك الشابو ميتاليك أو أي حاجة حديد شادين المونوبول، ولات لقيت صالح هما اللي يستوردوا الحديد ويبيعوه للعسكر كونفونسيون، طبعا بالاضافه الى الماء، بالاضافه للحليب، للخبز، اكبر مخبز على مستوى الناحيه العسكريه الخامسه اللي مدوا الخبز هما تلقيت صالح، بالاضافه للمقارون، للطوماطيش، كل شيء شادين الحديد هما اللي مدوا. شكون اللي سهل لهم في المهمه؟ عويس سفيان هذا صاحبهم اللي عرفهم فيما بعد بشريط، الجنرال شريط اللي قلت لكم شريط هو اللي بنى الباتيمون هذا كل السنتر كوميرسيال نتاع عادل وليد تلقيت صالح في قلب عنابه. هذا جنرال تاج كي طلب تحقيق من عند بوهيدل، بوهيدل خبر سفيان لانه هذا سفيان على باله بلي صحابو ولاد القايد واش يديروا، يقولوا له اوكي خلينا يعني باش نبعدوا المشاكل. هذا كان مدير لو سي سي، رجعوا طلعوا في يعني نحاه من لو سي سي اللي تابع الجنرال تاج وطلعوا مدير جهوي ريجيونال نتاع المنشات العسكريه اللي هي الدريم، الدريم الديريكسيون ريجيونال. كي صبح دريم في 2018 لما مرض بوهيدل قبل وفاته او في فتره وفاته كي كان كونفاليسونس في عين نعجه، وشكون اللي شد الانتيريم؟ شد الانتيريم في بلاستو الجنرال تاج، هو اللي شد مدير بالنيابه. كي شد مدير بالنيابه بعث لجنه تحقيق الى قسنطينه باش تفتح تحقيق في قسنطينه على الاختلاسات اللي كانت عنده عليها معلومات. كيف تحت تحقيق؟ عويس طبعا طلب من عادل وبو مدينه تلقايد، قال لهم راهم يخربونا في عشب وزنزل، راهم بداو يخربوا هذا يا تاج، راهو يحوس دونك لازم نلقاو له مشكل. خلقوا له المشكل هذاك نتاع انه هذه الاختلاسات اللي راهي صايره انت اللي عندك علاقه بها، وعنده علاقه بها اللي خلف عويس كي جا الجزائر اللي هو العقيد هدار. العقيد هالدار هذا يحصل فيه كلش، هي القضية اللي متورط فيها عويس سفيان اللي راهو لحد الآن مدير المشاريع العسكرية الأو سي سي هذه اللي في ببعلي، لكن هما باش يتخلصوا من تاج دخلوه الحبس بعده بشهر، دخلوا هذا هالدار العقيد الكولونيل هالدار دخلوه الحبس ثاني وحصلوا فيهم هما، قال لهم انتم الثغرة المالية هذه تاع 70 مليار زائد 7000 مليار اخرى، طبعا هي بدات اللونكيت على 70 مليار، قال بلي انتم اللي راكم متورطين فيها ودخلوا الحبس. الان اللي راهم في السجن شكون؟ كاين الجنرال تاج والعقيد هدار، هما اللي راهم في السجن الان في قضيه متهم فيها الاساسي هو عويس سفيان شريك ولاد القايد اللي يعطيهم المشاريع الكبرى. من بين المشاريع الكبرى اللي عطاها لهم اللي داوها في الناحيه الخامسه هي اذا كانت تتذكروا هذيك مخازن الاسلحه و لي ميسيل الصواريخ واللي شفناهم اللي دشنها القايد صالح، دشن منها في وهران اللي وراه اول مره في التاريخ يوروا المخازن اللي جايه في الجبال. هذيك بناوا على كل ناحيه عسكريه، بناوا مجموعه من المخازن لتخزين الاسلحه وتخزين حتى كاين واحد لي زونغار بناهم لتخزين الدبابات والاليات على حراره الشمس على الامطار على كل شيء لانه كانوا برا. جاء مشروع اللي دار المشروع هذايا هو الجنرال تاج خالد ربي يطلق سراحه كما كان مدير تاع لو سي سي، هو اللي بدا البروجي هذايا، هذا المشروع باش يبنوا هاد لي زونغار. لي زونغار هذو شكون اللي يدا في المناقصه؟ اداوها ولاد القايد صالح مع من؟ مع شركائهم. شكون شركائهم؟ اول شريك واكبر شريك اللي راح نرجع لكم ليه بالتفصيل الممل هو حيدر عبد النبي. هما كاين ثلاث شركاء ولاد القايد على المستوى الوطني في كل المشاريع. كاين حيدر عبد النبي هو اول واحد اللي هو من عين ياقوت
من بلدية مسقط رأس القيد صالح بن عين ياقوت، وهذا حيدر عبد النبي من بعد نرجع ليه في قصة بالتفصيل. رقم اثنين هو عبد الغني، لفامي عبد الغني، هذا من قسنطينة، من سطيف، من سطيف، من سطيف والعلمة، نفس الشيء شركاء ولا القايد في كل المشاريع. ودرك نقول لكم الثالث اللي هو سالمي. نعم سالمي اللي هو من قسنطينة، سالمي من قسنطينة، هذا نفس الشيء شريك ولا القايد. هذا هو سالمي وحيدر عبد النبي وعبد الغني كيفاش يدخلوا المشاريع. اي مشاريع تموين نتاع خبز، لحم، خضرة، فواكه، حديد، مواد تنظيف، اي مشاريع تحتاجها وزارة الدفاع في النواحي العسكرية، الكايت شارج يفوت على ولاد القايد في قسنطينة، يفوت على الحاجة ام الحاجة مرتع ثامنية، ما عندهاش ولاد ربي كيما يقول لك الناس يحفظها، مرتع ثامنية هي اللي تسير المشاريع. يعني كاين زوج مرتع ثامنية في غل السانكيام ريجيون مع بومدين، هما اللي يشدوا الكايت شارج عندهم ويدرسوا ويمدوا المشاريع. المشاريع يديها يا اما حيدر يا اما سالمي يا اما عبد الغني، وروحوا وفتحوا اوكات تلقاو هذو ثلاث اسماء على طول، على طول عندهم 10 سنين وهما يدوا هذو برك، يدوا الاسماء. ما كانش في الناحية العسكرية الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، كل الناحية الوحيدة اللي كانوا مرة على مرة ما يدوش ويدخلوا في مشاكل هي الناحية الأولى، وين كان الحبيب شنتوف كان ما يعطيهمش، لأنه شغل يدير كوميسيون زير وما يعطيهمش المشاريع. لكن الآن كي راح الحبيب شنتوف الآن في 2019، حيدر عبد النبي هو اللي ادى المرشي نتاع الخضرة واللحم والحوت والكنكايري وكل شيء في الناحيه العسكريه الاولى. نعم حيدر عبد النبي هو اللي دا، كي نقولوا حيدر عبد النبي ماهوش حيدر، هو بومدين احمد قايد المدعو ديدو مع اخوه عادل، لانه هذو اثنين هما اللي داخلين في المشاريع هذه. يعني ملايير الملايير تاع المؤسسه العسكريه تروح لولاد القايد صالح والحاشيه. من بعد كيجي واحد يقول لك ابن زديرة علاش تتكلم على هذه الامور؟ نتكلم على هذه الامور لانها بالادله، انا تجيني من عندهم من داخل وزاره الدفاع ومن داخل النواحي العسكريه. ضباط ما يقدروش يتكلموا، يقول لك يا ابن زديرة هاي الحقيقه. وقول لهم يطلبوا انكات، روحوا شوفوا لنا في الناحيه العسكريه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه، وشكون اللي مادين المشاريع بالملايير. الشعب الجزائري يعرف ان اكبر ميزانيه في وزاره الدفاع، اكبر ميزانيه في ميزانيه الدوله الجزائريه هي وزارة الدفاع، عندنا 11 مليار دولار في السنة مصاريف. من بين 11 مليار دولار على الأقل، على الأقل، على الأقل كاين مليار دولار هذه المشاريع، هذا التفتوف، هذا المليار دولار هذا يلعبوا به ولاد القايد مع الشركاء نتاعهم كما يحبوا، يتصرفوا كما يحبوا، يتصرفوا فيه كما يحبوا، يدوا المشاريع كما يحبوا. أنا أعطيتكم اليوم، أعطيتكم يعني فكرة عامة، في الحلقات القادمة إن شاء الله راح أخصص لكم كل حاجة وحدها. مشاريع نتاع هذا يا عبد النبي حيدر كيفاش دا المشاريع، وشن هي المشاريع بالضبط اللي داوها، ونعطيهم لكم بالصور، هاو المشروع هذا وش بناو، هاو وش داروا، هاو وش داروا. هذه المشاريع المؤسسة العسكرية اللي مستولين عليها ولاد القايد صالح. ومن بعد كيجي ولاد القايد صالح، القايد صالح يقول لك باللي نحارب الفساد. يا عمي القايد صالح تحارب الفساد الى تحارب راب 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 من 1974 وهو خدام على ذراعه، انهب اموال، سرق اموال، دار اختلاس، دار كذا، كاين لجان تفتيش وكاين عداله، اذا كان سرق يخلص الدوله. احنا اللي يهمنا الشعب الجزائري انه اللي سرق اموال الدوله يرجعهم للخزينه العموميه. انا وش فايدتي كي يدخل راب راب للحبس ولا يدخل حداد ولا يدخل اي رجل اعمال؟ وش استفادت الخزينه العموميه؟ وش استفادت من عند الخليفه اللي هرب ونهب ملايير حتى تستفيد من ربراب ومن حداد؟ ما نستفادوا حتى شيء. هذه يسموها شعبويه، يسموها ديماغوجيه، يسموها تضليل، يسموها تغليط الراي العام. لكن ما تكلمناش على اولادك اللي يدوا بالملايير، اللي يصرفوا 14500 اورو في ثلاث ايام في باريس. علاش ما تفتح شونكات يا القايد صالح؟ افتح شونكات على اولادك، افتح انكات على حيدر عبد النبي، افتح انكات على سالمي، افتح انكات على عبد الغاني، افتح انكات على عويس، افتح انكات على 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 سرهود، افتح انكات على بالقصير اللي راهو كاسب في اسبانيا وفي فرنسا وفي كل شيء،
بالملايير، مادي 5 ملايين رشوة من عند تاج المخدرات اللي هو سعيد الميقري في الحراش، مادي 2 ملايين أورو رشوة من عند تحكوت باش ما يدخلش بنو بلال للسجن ليلتين ولا ليلة. هاي الرشاوي اللي راكم مادينها، علاش ما تفتحوش أونكات؟ إذا كان ما على بالكمش أنا نعطوكم بالتواريخ وبالأدلة، افتحوا أونكات. ما تجوش الآن تقولون نحاربوا في الفساد وحابين نظفوا البلاد وانتم ولادكم أكبر فاسدين. ها هو الشيء اللي لازم يعرفه الشعب الجزائري، ها هو الشيء اللي لازم يعرفه الشعب الجزائري. لازم الشعب الجزائري يعرف أنه مواطن بسيط في حمر العين ولاية تيبازا حرق نفسه وحرق كبدة ولاده لأنه ما استفادش من حقه في سكن اجتماعي. في نفس الوقت ولاد القايد بانيين كوبيراتيف أو بانيين تعاونية في قلب عنابة ب1000 مليار سنتيم، نعم بانيين مع حداد رجل الأعمال حداد الصطايفي، بانيين معاه العلمي من العلمة، بانيين معاه ب1000 مليار سنتيم وهم ما همش داخلين حتى بربعة دور. وشحال مادين في هذا البروجي؟ مادين 500 ألف سنتيم. وليد القايد صالح مادي 500 مليار. الجنرال شريط راح نتكلم على الجنرال بالقصير، راح نعود نرجع للمساعد الأول بونويرا خزنة أسرار القايد صالح، وراح نرجع لكم ممكن غدوة ولا بعد غدوة. كاين المعلومة اللي وصلتني الآن نختم بها ونقول لكم باللي سأعود لملف الفساد. قائد ستياري مدير الأمن الجهوي في قسنطينة الآن اللي هو العقيد جابر، وليد القايد صالح وعدوا أول أمس أنه راح يجيبوا في بلاصة الجنرال رملي مدير الأمن الخارجي. إذا سمعتوا الخبر هذا بعد أسبوع تفكروا باللي بنزديرة قالوا لكم قبل أسبوع باللي وليد القايد صالح راهو أهدر، معلومات هذه رسمية، وليد القايد صالح أهدر مع العقيد جابر ستياري قسنطينة وقال له وجد روحك راك رايح تروح مدير الأمن الخارجي في بلاست رملي اللي عنده حتى ما شعرف شهر ولا شهرين اللي حطوه بروفيزوار في بلاست بن داود. إذن باش تعرفوا باللي أي واحد يرضى عليه وليد القايد صالح في الناحية العسكرية الخامسة يطلع فليشة. وأنا أعطي لكم القائمة: صرهود، عفاجن، عويس، وبابوري، وزيد معاهم هذا جابر، والقائمة مفتوح. يعني الآن اللي راهو يحكم في الجزائر شكون؟ كان يحكم السعيد بوتفليقة في بلاصة عبد العزيز بوتفليقة راهو في الحبس، الآن راهم يحكموا ولاد القايد ديدو بومدين طبعا بالتشاور مع البوبونو نسيبو اللي في باريس سي عبد الملك عروة الذي سأعود إليه وأعود إلى التعاونية العقارية أو الترقية العقارية نتاعو في عنابة في وادي القبة، لأنه ما تكلمناش. أنا قلت لكم باللي نسيب القايد صالح كان راح يبني كوبيراتيف، كان راح يبني عيادة كلينيك لأنه طبيب، من بعد حولها إلى ترقية عقارية أصبح مرقي عقاري وطبيب ما عنده حتى علاقة. سأعود لهذا الملف وباسم من الداء لاغريمون باش يبني، وعلاقة طبعا زوجته اللي هي بنت القايد بالموضوع، وكم استفاد من قرض اللي استفاد منه باش بناء هذا المشروع، ويا هل ترى رجع كشما دينار ولا سنتيم للخزينة العمومية أو مازال ما رجعش. كل هذه المواضيع سنناقشها في قادم الأيام. ألقاكم بخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.